إينشتاين مؤسس نظرية الكم وأحد أهم فيزيائي القرن العشرين والحاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1913 ميلاده. ولد في 23 إبريل عام 1858، وفاته في 14 أكتوبر 1947. ولد ماكس بلانك في كيل بألمانيا ودرس الفيزياء في جامعة ميونخ وجامعة برلين في عام 1900. قدم بلانك نظرية الكم لشرح الإشعاع الحراري الصادر من الأجسام السوداء، وقد أكدت هذه النظرية الطبيعة الكمية للطاقة والتي أصبحت تعرف باسم ثابت بلانك. أدت نظرية بلانك إلى ثورة في فهمنا للفيزياء وفتحت الباب لتطور مجالات جديدة مثل ميكانيكا الكم ونظرية النسبية. حصل بلانك على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1918 لخدماته في تطوير نظرية الكم. شدة الأشعة في الجسم الأسود تعتمد فقط على طول الموج للإشعاع وعلى درجة حرارة الجسم الأسود المشع. حاول أن يعالج هذه الظاهرة معالجة نظرية العديد من الأبحاث لماكسويل عن نظرية الكهرومغناطيسية للضوء وضعها ماكسويل. فكرة بلانك وجد عام 1900 صيغة رياضية لقانون الإشعاع، صيغة معادلة فيها ثابتين أحدهما يعطي عدد الجزيئات في جرام من المادة، وكان بلانك أول من نجح في الحصول على قيمة دقيقة لهذا العدد المسمى ثابت أفوجادرو. الثابت الثاني الذي له أهمية خاصة تفوق أهمية الأول، ثابت بلانك عبارة عن وحدة للطاقة جول مضروبة بوحدة الزمن ثانية، وبالتالي هي بالمحصلة وحدة عمل جول ثانية. قيمة ثابت بلانك H يساوي 6.626 multiplied by 11. طرح ثابت بلانك في البداية طرح ثابت بلانك في البداية من قبل ماكس بلانك لتفسير سلوك إشعاع الجسم الأسود، حيث أن الفرضية الأساسية لقانون بلانك تعتبر أن إصدار الإشعاع الكهرومغناطيسي بواسطة الجسم الأسود يمكن تمثيله بشكل هزاز توافقي مع طاقة كمومية. هذا القانون E يساوي HV، حيث E هي الطاقة، HV ناتج ضرب اهتزاز الإشعاع في أصغر كمية من الحرارة يمكن أن تشع أثناء التردد. هذا عكس ما كان يظن عن ظاهرة الإشعاع. التجربة تعطينا تأكيد لنظرية الإشعاع لبلانك. استخدمت هذه النظرية في تفسير الحرارة النوعية للمواد، كانون قانون ستاك للفسفرة الفلورسينية، التأثير الضوئي الكهربائي الذي اقترحه أينشتاين. نظرية بلانك أسهمت في مجال تحليل الطيف ومجال بوهر الرئيسي. شارك في العديد من الأبحاث الفيزيائية مثل تأثير الحرارة على سرعة التفاعل وحرارة التفاعل.